هاي هاي اشتقت لك. شو كان عم بيصير معك امبارح؟ حب وغرام. بحبك. ايه بحبك بحبك من 19 سنة لليوم ولساتني بحبك. ايه ايه شو؟ وانا كمان. انتي كمان شو؟ دكتور جمانة صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ طمنينا عنك. الحمد لله تمام. ايه مرتاح في المنطقة عندنا؟ كتير حلوة اكتر ما كنت متخيل. طيب الحمد لله. عن اذنك بقى عشان مضطرة اروح العيادة. بصراحة بعرف اللي حياخد من وقتك بس كنت عم فكر انه انا دكتور وجارتي دكتورة وعلاقتنا هيك كتير رسمية ولو اعتبري على القليل انه احنا زملاء مهنة. يعني ايه مش فاهمة انت شايفها غير كده؟ بكرة بنشرب قهوة مع بعض وبفسر لك ونتفاهم. اوكي هكلمك. طب ناطرك. شو بلاقيكي ما نزلت على العيادة؟ نزلة هون صرت اطمن عليك الاول. بجنن باحسن حالاته. سوري حبيبتي تفضلي تفضلي. تفضلي حبيبتي تفضلي قولي. لسه مستنية؟ صدق من امبارح مش عامل ولا لايك ولا كومنت ولا بوست ولا شيء ولا شيء. طيب وعامر؟ شو هو عامر؟ لا يعني خرجتوا مع بعض وصرتوا سهرة جميلة. انه ايه يعني بس ما بعرف شو صار له فجأة تغير. تغير يعني ازاي؟ ما بعرف بس بفتكر من بعد ما عارف انه مجوز وجوزة تركني بيكون غير رأيه. ما زال قلت له انه في عيادة قريبة هون ما كلف خاطره قال ميرسي. شو بك عم طلع فيك؟ ليك يا حبيبتي إذا بدك قهوة فوت اعمليها بالمطبخ، بتعرف البيت بيتك يعني بس أنا لازم تكون حاضرة بحال كريم طلع أونلاين. لا لا خالص أنا أصلاً كنت رايحة العيادة بس قلت أبص عليكي قبل ما أروح. لو عوزتي أي حاجة بيكلميني. شو بدي أقول لك يا جمانة؟ بدي أشكرك. ما حدا قدك عم بحس فيي. حبيبتي خلي بالك من نفسك.